إخوان أنا صحيت من النوم لقيت البيت مقلوب فوق تحت. طلع كيف في حفلة هون بالبيت، ما بعرف يعني في إشي مش طبيعي قاعد بيصير هون. الكنبايات بمكان، كل إشي بمكان. إخوان طاولة السفرة هاي مكانها مش هون بالصالون، هاي الطاولة الكبيرة. الكنبايات ما كانوا هيك محطوطين. إيش في؟ في حفلة، والله في حفلة أنا متأكد. أنا هلا صحيت من النوم وشوف البيت هيك شكله غريب. تعال تعال تعال، عندي محاضرة. شايف منظر البيت ولا مش شايف؟ ماله؟ شفته ولا ما شفته؟ شو قاعد بيصير؟ تعال تعال. 1 2 3 هي ما شاء الله، هي ما شاء الله. نور كلاس اوف 2021. نور تخرجت من المدرسة. لا ما بمزح. مين نور؟ نور خطيبتك. تعال، ايش في؟ في حفلة لنور اليوم؟ طب ليه ما حكيت؟ تعال تعال. في اشخاص اول مرة بشوفهم معنا بالبيت. مين؟ ما بعرفش قاعدين بيجهزوا. بيجهزوا لشو؟ حفلة. حفلة مين؟ حفلة مش عارف. شو اللي مش عارف؟ حجي مكتوب نور هنا. نور مين؟ تخرج نور. نور خطيبتك؟ جد؟ تخرجت من الجامعة. طب احكوا لنا. طب يعني حطونا بالصورة. انا اصحى والله انا نمت صحيت هيك لقيت البيت. انا هلا اجيت على البيت هلا لقيت الوضع هيك. انت زي يعني؟ اوكي تمام. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور. بس فهميني شو قاعد بصير لان انا مش فاهم اشي. انا صحيت محضر بس لسه ما حتشوف اشي غير لما نخلص. يعني هذا لسه اشي مبدئي هذا؟ لسه ما خلصت. يلا. سلام. انا معصوم عشان اريد اصور. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم فيديو جديد وفلوج جديد. ايوه اليوم يا اخوان عاملين بالبيت حفله لنور. نور على نور خطيبه وليد. نعم. عشان حتخرج حفله تخرجها من الجامعه. تخرجت من الجامعه. فاحنا مش عارف ايش كان بحكي عنه. تفضل وكمل. فاحنا جايين نرتب يعني تجهيزات الحفله. طبعا احنا ما لنا علاقه بالتجهيزات، بنصور صراحه. احنا مجهز للحفله، ما بنعرف نجهز. اليوم شكلها حتكون حفله كثير خرافيه. يا رب تكون حفله جميله. طبعا لسه وديكم على التجهيز. شكرا شكرا. الله يبارك فيكم يا ربي. و يعني خليكم معنا، راح تشوفوا اشياء جميله، راح ناكل اكل طيب. ناكل احنا من الناس دخل على فكره بالحفله. ما لا لا الا دخل. حفله نور. هاي حفله نور. مين اللي بده ياكل؟ ايش هي؟ حكيت في البوفيه مشتوب. لا لا شيل قشك. يلا يمه احلي بربك. خلاص هاي حفله نسوان، ما بصير. قشك بالكويتي يعني الله معك. الله معك يا رب. يعني ركي شيء زي هيك يعني. لا لا استكفى، احنا شيل قشك. طب احنا كنسل الفلوج وشيل البلالين. شيلوا يلا كل عافيه. ودوني اياها في البيت الثاني عند الدوار هون. بعد اذنك هذا للشباب اذا في مجال. يلا يلا حبيبي. شو طيب؟ طب احنا ندفع مصاري بس ما بيحتفلوا. خطيب نور حيتخرج بعد سنه يمكن. خطيب نور حيتخرج بنعمل له حفله ازلام، ما بدنا نعمل نسوان. متاكده؟ لا. قد كلامك؟ على كل حال بغض النظر احنا انطردنا او لا، هلا احنا انطردنا على فكره. احنا انطردنا بس كانوا عندنا مبدا واخلاق. المشكله بتعرف ايش؟ تعرف شو المشكلة؟ أنا بطرد معاكم. بالله عليك. لا والله. طب يلا. أقول حال اختاروا أي مكان حبيت تنبسطوا فيه، أي مكان. وما حروح عليه. لا بدنا نروح عليه. بدنا نتصور هيك ونلعب ألعاب ونروح. بنروح نلعب. في عندنا بوفيه. وعندنا حفله وطبخ. حفله يوم حفله لا سوى صلاه. انت ما صلاه احنا وعندنا اخر شيء هذا نيو لوك، هذا 2021. على كل حال خليكم معنا، احنا بنشوف مين اخر شيء. حفله مين راح تطلع؟ احنا انطردنا فخلصوا. وانطردنا واللي صار صار. عيب نكون صورت الفيديو. لا يا معلم صلى على النبي. لا خلاص خليكم معنا. يلا تعال. هون ايش في؟ حاطين صورتي؟ حطوا لي صورتك. صورتك ليش ان شاء الله؟ ليش؟ خير وسلامة. ليه ما تحطي صورتك؟ ابوك اوكي وانت ليش؟ ليه ولا ابوك تخرج؟ تخرجنا من الاثنين، تخرجنا من انا بعمل لك صورة طويلة عريضة. شفتك يلا احذروا مين ورا وليد؟ مين؟ عصومي هي. اوكي لا لا خليك عصومي، عينه على زرخة. احكي احكي. يلا مين ورا وليد؟ انا بابا. عدد عيني وليد ما بتضحك. اجى يخرب. انا ما دخلني. لا لا ايش النود؟ هاي بالون. اوف سووا له واحد. ايه سووا له واحد. في بالون. 1 2 3 هي ما شاء الله.
شوف 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 كل إشي صار جاهز طبعا إن شاء الله للحفلة. ألف مبروك يا مرت أخوي نور. وإن شاء الله يعني قبل العروس إن شاء الله بشوفك أنتي وأخوي وليد. وإن شاء الله بنفرح بأولادكم أولاد أولادكم ونفرح بتخرج أولادكم. وشكرا لكم ويعطيكم العافية. جيبوا لنا سنود اليوم يا جماعة. عندنا حفلة خفيفة اليوم بنرحب بالعريس والعروس. لا سنو شوي نعمل حفلة نعمل حفلة. هاي سنود صور صور سنود سنود تعال نغني مع بعض هلا. أوكي يلا واحد اثنين ثلاثة ألوان ألوان. واحد اثنين ثلاثة ألوان 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 ألوان. ما هي أغنية العرس هاي؟ أربع أربع شوي رحية. يلا 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 برحمة من لحمة تخرجنا شهادة فرحتنا معنا. يلا قوموا برحمة من لحمة تخرجنا شهادة فرحتنا معنا. يلا سنو الدنيا نجاح الدنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا. الدنيا نجاح الدنيا فرح العلم سلاح ويرفعنا. اليوم حفل التخرج جادوا اياه من الروضة ولا شو؟ مرحبا. شو قاعد لهلا بتعمل يعني؟ شو؟ بدك تطلع برا البيت حبيبي. حفلة نسوان اليوم. شو بيتنا؟ شو اطلع برا البيت؟ بدك تطلع برا البيت. انا ما بطردني برا البيت. لا برد انا بطردك برا البيت. يلا شو اسمه؟ تاخذ تليفونك تترك لنا الساعة عشان نبيعها. تطلع تليفونك وتطلع وجاب رياض وبرضه هيطلع معك. لا شو ما بدي اخذهم. بدك تطلع معك وين بدي اروح؟ ايش معنى طردونا البيت يا معلم؟ طردونا؟ والله طردونا. ايه مش هاخذك مكان. لا دك برح اروح تاكسي. هتاخذه حتوديه ترامبولين وتشربه وتاكله. بكره الصبح بنبقى بنشوفكم ان شاء الله. جاهز اطلع برا البيت؟ اطلع برا البيت. اذا بابا طردنا برا البيت. انا بابا طلع؟ انا بحياتي ما طردت من البيت صاحبي. هلا السلام عليكم. الله معك يلا. انا ترك البيت ومش راجع اصلا. ترجعش. بس خلينا السيارة. ما شاء الله ما شاء الله انت لسه هون؟ شو بتعمل انت وياه؟ بناكل. هذا مش الكم. هذا للضيوف. عصومي مو انا من ساعة من ساعة حكيت لك اطلع. بس انا البوفيه يوصل والله. ما قلقك. تعال الضيوف لسه ما وصلوا. طيب طيب يلا 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 بتكمل بالطريق ماما. لا 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 عصوم 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 اترك 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 ياي ياي في عين اليهود. امشي على فكرة صحتين يعني ماشي. اسمكم أولادي يلا بعيني الله. هاي شو طيب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تيسر 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 إياد. أنت كمان لسه إياد مش جاهز؟ ماما طردتنا. يلا الله معكم مع السلامة. تعال تعال ارجع خذ لي إياد كمان. إياد الله أتأكد أنت؟ بالله عليك حفلة هاي بس للنساء فقط. طب مش حفل الرجال؟ ان شاء الله خلي بابا يعمل لك حفل. جيبوا لنا بوفيه بس. ولا يهمك. يلا باي باي. سند حاب تيجي معنا ولا لا؟ مطرود. لا مو مطرود سند. سند الوحيد اللي مش مطرود. يودي نروح باي. يلا يروح باي ابو السوس. يلا نزلوا نزلوا على البيت. مش حيروح معانا هذا. تعال ابو السوس تعال. يلا تفضل تعال. ما حيروح ينزل من السياره. ينزل السياره. تعال يلا يلا زقف زقف يا سنود زقف زقف يا سنود زقف زقف يا سنود. على طول بشتغل على الكبسه. يلا يلا باي. اياد جاد اشرحوا لي عن شعوركم حاليا بما انكم. اشرح لي عن شعورك انه انت هلا انطرت من البيت او بس حسني عباره عن زباله نمت في الشارع. انت فرحان عشان راح تلعب. وانت ما تحب انتوا الاثنين فرحانين اصلا عشان رايحين تلعبوا رايحين لعبكم. هلا لعب وليد معاكم كمان. كل شيء انا اعمل لك. شكرا تفضلوا. هذا ايش هو؟ اول الغيث. هذا اول الغيث. جميل اول الغيث. هيو شويه سلطات خفيف. ماما احنا بنحييكي وجه التحيه من قلب المطعم هون.
وشكرا لك يعني احنا كثير لسه عندنا برامج لسه نهار طويل ان شاء الله برامج مين نروح ننام هلا مش مكان ننام طويل صح عندنا اوكي عندنا يلا برامج ترفيهي رائع يلا انجوي حبيبتي تفضل طيب يا جماعه طبعا كان غدانا اليوم خرافي من مطعم اصول الضيافه العربيه في عمان الاردن صراحه كل صنف اطيب من الثاني اوزي يعني كبسه منسف كل شيء يعني ما خلينا الصنف إلا طلبنا حتى المقبلات عشان إنه يعني عشان ماما صحيح طردتنا من البيت فالله عز وجل راحت عليك يا ماما بالضبط رزقنا بهذا المطعم المميز صحيح فصحة وهنا ماما يلا تفضل يا ماما ربنا عوضنا بمهلبية تمام شوفي مهلبية مهلبية عند أصول الضيافة يا معلم واضح إن إحنا مش محروقين أبدا إحنا مش مكيودين ولا محروق أحسن بس بصراحة راحت عليكي أنا ما بحب المهلبية رزاك بس حنجيبك برضو هون ولا القهوة العربية لأنه إحنا شاي على فكرة إيه شاي لأنه إحنا قهوة عربية إحنا قهوة وليد ما لنا وليد والله قهوة معلش لأنه إحنا محسنين بنحب إنه قابل الطرد بالإحسان لا ما له شغل جد ما له شغل فراح نعزمك على المطعم هذا لأنه رائع يلا يا إخوان المفروض إني ماخذ إياد ولولو وجاد على الألعاب على الملاهي المشكلة جاد نام بالطريق هلأ صحي وإياد ولولو نايمين لهلأ حيلك الأمور طيبة يا إخوان يلا على الألعاب وين جاي جاد وإياد لولو وين وين جيتوا هذا شو اسمه ترامبولين تعال تعال إياد تعال تعال وراي تعال مع بعض فوتوا شو لابس الجرابات هاي لون بنفسجي زي البنات لا بمزح مش تبعي اكبر عشان عشان رجلك زي الديناصور انت ما شاء الله طب اخوان انا نفسي ادخل جوا صراحه بس يعني اليوم دور الاطفال انا يعني انت شو ما كنت تلبس انت زهري صح مبسوط شو الوضع شو بتعمل جوا يلا روح كمل روح حبيبي اجيب لكم ماي يلا انا بجيب لكم ماي جادو بتعرف تتشقلب؟ لا لولو بتعرف تتشقلبي؟ طيب يلا نطط اشوف لعبة تنسيق يلا روح يلا بدنا نشوف مين نطته اعلى يلا يلا نط اشوف نط تعال يا تعال هون يلا نط هون ما انا بدي اياك هون عشان اصورك يلا روح اوبا احسنت خوختي بطل شو بتعمل جاد نحلة يلا اجين يلا واحد يا روح اياد اخوان طبعا خايف مش راضي يعمل ولا اشي بس بركض وبنط يلا جاد تشقلب اعطيها شقلبة يلا روح يلا شوف الشاي ورجيني يلا اعمل ريستارت بس يلا روح روح يلا ركز راسك لتحت يلا ان شاء الله على العيد بنط يلا روح واحد ليت يعني هاي مشروع شقلب ان شاء الله انا بدي اروح يلا روح يلا بكره ايوه بطل يلا هوبا يلا روح يا عيني عليك يلا روح يا سلام يلا روح لا احنا جينا اول يا عيني يا عيني يلا روح حلوة ايش يا صاحبي؟ ايش يا صاحبي؟ شو الدنيا؟ مش عارف. لهلا ما خلصوا. مش ناويين يروحوا؟ مش عارف. الدنيا صارت ليلة معلم، شكلنا حنام برا. هيك شكله. المشكلة الحفلة لا يا لخطيبتك يعني فما بعرف شو. أنا ما مش قادر أحكي شيء. لأنه أمي اللي مصرة تعمل حفلة. بس الله هدول حما والكنة إنهم مرتبين. والله أحلى حما والكنة والله. آه والله. حماتها هي وكنتها. ترى المشكلة إنه يعني هلا ماما صارت تحبها أكثر مني. والله؟
راحت عليك يا صاحبي، شايف؟ وراحت علي انا كمان. خلاص هيك يلا اوكي لا تسلك. هاي الهدايا يا اخوان اللي جبناها انا والعيله كلها لنور. ما دخلك عصومي والله ما بعرف ايش من الهدايا. هاي الهدايا كلها ما شاء الله لنور. الورده هاي من ما بعرف مين. هاي طبعا الهدايا كلها لنور، ولي هاي لخطيبتك. فانا رايي اذا بتحب بكره بنتفق انا وانت بنطلع معلم بنوزعهم، نبيعهم وسطه، نبيعهم الوردات طبعا لانه مبين انه ورد طبيعي فشكله غالي. الف مبروك تخرج لنور وشكرا. اوكي يا جماعه رجعنا على البيت الحمد لله. فانا الان بحييكم اليوم الثاني. طبعا الدنيا صارت انهارها اياد هنا الحمد لله، احنا في البيت حاليا والامور طيبه. بس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وانبسطتوا وعشتوا الاجواء معانا. بالنهايه لا تستعمل لايك شير سبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوا الروابط تحت بالدسكربشن. واشوفكم حلقات ثانيه ومع السلامه.